سالي يعد نقص الحديد من الأمراض اللي يعاني منها بعض الأطفال في سن النمو، باعتبار الحديد من أهم المعادن التي تساعد على بناء الجسم وتكوين العضلات، لهيك يجب الحفاظ على المعدل الطبيعي ومراقبته. لنحكي أكثر عن هيدا الموضوع معنا الدكتورة رؤى سليمان، أخصائية أطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. سعد صباحكم جميعا وكل المشاهدين. اهلا وسهلا فيكي دكتوره رؤى. يعني بالبدايه نحن كنا عم نحكي هلا تحت الهواء هيك شغلات، هلا كمان رح نرجع نعيدها للامهات وجميع المشاهدين يستفيدوا منها. نحن بنعرف انه فقر الدم بس عند الكبار، لا هو طلع في فقر دم عند الاطفال. بدنا نحكي اول شيء عن اسبابه واعراضه. تمام. هلا فقر الدم اول شيء بنحب نوضح انه هو ما له مرض منفصل بحد ذاته، هو عرض لامراض كثيره. فبمجرد نحن ما يتشخص فقر الدم بدنا ندور على الامراض المرافقه له. للاسف هو عرض كثير شائع بكل المراحل العمريه وله خصوصيه معينه بفتره الطفوله، حتى بفترات الطفوله المختلفه من الرضاعه للطفوله الباكره للطفوله المتاخره. هلا فقر الدم بحد ذاته هو مشكله بالكريات الحمراء بالدرجة الأساسية بالخضاب، الخضاب يلي هو مسؤول عن نقل الأكسجين والمغذيات لكل خلايا الجسم لحتى تقدر تقوم بوظيفتها الطبيعية ولحتى يكون نمو الطفل طبيعي وكل وظائفه الحيوية جيدة، لهيك تأثيراته بتكون على كل أعضاء الجسم. هلا نحن فينا نقول إنه للأسف هو شائع وشائع بمرحلة الطفولة. أشيع أسبابه هو عوز الحديد. الحديد هو عنصر مثل ما تفضلتوا كتير مهم وكتير ضروري لكل وظائف الجسم. هلأ نحن أشيع شيء بيسبب لنا عوز الحديد هو نقص الوارد الغذائي. هذا اللي كنت أسألك عنه، يعني نحكي كثير من يمكن الأمهات اللي عم يتابعونا والأمهات خصوصا الأجداد قديش مهمة فترة النمو للطفل، الأسباب والعادات الغذائية الخاطئة. يعني أحيانا الأم بترضخ لرغبة الطفل لأنه بتلاقي بيجي لك ابني ما بياكل، ابني بيعذبني، بس يمكن في أحيانا فيتامينات ترافق. يعني دائما الدكتور الطفل أو الدكتور الخاص بينصح ببعض الفيتامينات المرافقة لمنع حدوث هيدا الشيء. تمام. هلأ نحن هون بدنا نوضح عدة صحيح. نقاط لحتى نقدر نوصل للأسباب والأخطاء الشائعة اللي عم بتصير. هلأ دائما الطفل وقت بيولد حديث الولادة اللي بيكون تمام الحمل اللي ما عنده أي مشاكل تانية بيخلق مع مخزون بالجسم من الحديد بيكون كافي لعمر 4 لـ6 أشهر. هذا كافي لإله. الأطفال اللي بيخلقوا خداج أو بيخلقوا أقل من الوزن الطبيعي بسبب تأخر نمو داخل الرحم، هدول مخازن الحديد عندهم ما بتكون كافية. يعني بأحسن الأحوال 2 شهر بتكفيهم. فهون بيدخل دور الطبيب بأنه يدعم الطفل بهي الحاجة من الحديد بالوقت المناسب للطفل، إن كان بتمام الحمل أو كان خديج أو متأخر، يعني في عنده تأخر بالنمو داخل الرحم. هلأ في شغلة نحن لازم نعرفها، انه هي بالدرجه الاولى مخازن الحديد لامتى بتكفي الطفل. الشغله الثانيه كل انواع التغذيه اللي عم ياخذها الطفل خلال السنه الاولى من العمر، او خلينا نقول خلال الـ6 أشهر الاولى البداية. من الارضاع الوالدي للحليب الصناعي، لا لاحيانا بيدخلوا حليب البقر، هي شيء خاطئ. كميات الحديد تقريبا بتكون متقاربه، بس نحن عندنا الفرق الميزه المهمه بالارضاع الوالدي هي امتصاص الحديد. يعني نحن كل الوارد من الحديد يا دوب يمتص منه باحسن الاحوال 10 لـ15%، باستثناء الحديد الموجود بحليب الام يمتص بحدود ال 50% واكثر، فهذا بيقدم شيء كافي للطفل. هلا هون بيبقى عندنا على الـ6 شهور بيبقى ادخال الاغذيه المختلطه اللي هي بيعود حليب الام غير كافي، حتى مع الفيتامينات غير كافي، بدنا ندخل اطعمه معينه بتكون فيها نسبه الحديد عاليه وأطعمة بتساعد على امتصاص الحديد. لهيك نحن بنقدر نقول انه الأخطاء الشائعة اللي هي بتؤدي لعوز الحديد الاعتماد على حليب البقر بالتغذية قبل عمر السنة. بالدرجة الأولى حليب البقر كتير فقير بالحديد، زائد الامتصاص الحديد الموجود فيه ما هو جيد، بالإضافة للشيء الثالث والأهم إنه حليب البقر بيعمل حساسية بالأمعاء إذا انعطى تحت عمر السنة، بيسبب نزوف خفية بالجهاز الهضمي، هي بتزيد مشكلة فقر الدم. والسبب الثاني اللي يعتبر مهم لفقر الدم بعوز الحديد
التأخر بإدخال الأطعمة المختلطة، تأخر بإدخال التغذية بعد عمر الست شهور. نحن من عمر الست شهور يعني لازم تبلش الأم بإدخال تغذية مساعدة للطفل. صحيح. لو هي عم تعطيه حليب طبيعي أو حليب صناعي بكمية كافية، فهي أهم الأسباب بفترة السنة الأولى من العمر. بعدها بقى بتعتمد على النظام الغذائي وأخطاء التغذية اللي كتير شائعة عند الأطفال. نعم دكتورة، خلينا نحكي، يمكن هلا انا ونور سالناكي تحت الهواء يمكن عن هيدي الفترة اللي بيكون الولد فيها عم يرضع من امه، ولكن مثل ما ذكرتي تعتمد بعدين على النظام الغذائي، وخاصة الامهات اللي ما بتعود اطفالهم على اكل المنزل، الطبخ او على الخضار او على الفواكه، بيقضي حياته الولد عم ياكل اكلات من برا، شيبس وهدول القصص. قديش كمان هدول القصص تفقد شهيته للطفل، ممكن تحسسه بحالة شبع ولكن دون فائدة. تمام. هلأ نحن هون فينا نحكي عن أهم العناصر الغذائية اللي فيها كميات كبيرة من الحديد. هلأ نحن بعد عمر الست شهور بنبلش ندخل الأطعمة المختلطة. هلأ نحن بهاي الفترة العمرية بنركز على الحبوب المدعمة بالحديد، اللي هي مثل القمح، مثل الشوفان، مثل الذرة. بنعتمد على أنواع معينة من الفواكه فيها كميات منيحة من الحديد، مثل التفاح، مثل التمر، هي كتير مهمة، الإجاص، العنب، الخضار، كل أنواع الخضار الورقية يلي هلأ نحن بفصل الشتاء هي موسمها، السبانخ، الجرجير، الملفوف، وبندعمه كمان بالأغذية يلي بتزيد امتصاص الحديد، مثل البردقان، مثل الجزر، هي كتير مهمة، البندورة، الفليفلة الخضراء، هي كتير بتساعد على امتصاص الحديد. بالإضافة لأنواع اللحوم، اللحوم الحمراء كتير غنية بالحديد، الدجاج بيكون من دون دهون، الأسماك البحرية، هي كلها مركبات غنية بالحديد. لازم نحن بعد عمر الست شهور نأسس نظام غذائي لطفلنا بيكون مدعم بكل هالمكونات هاي. طيب بالختام خلينا نوجه نصائح لكل الأمهات اللي عم يتابعونا لفعلا أنا أهتم للغذاء الصحي لطفلي، لأنه يمكن العصر وحداثة العصر ودخول التكنولوجيا بحياتنا وانشغال الأهل لوقت طويل بالعمل عم يستسهل نوعا ما الغذاء من خلال وجبات سريعة، من خلال أكلات طيبة. أحيانا بتلاقي الولد طول النهار، فقديش مهم لو هن نركز على وجبتين أساسيتين، إذا كنا عم نقول الفطور والغداء، قديش مهم الغذاء الصحي للطفل. تمام. هلأ نحن حكينا عن الشيء اللي فيه كميات عالية من الحديد. صحيح. هلأ نحن بنحاول نوجه نصائح للأمهات بأنه نتجنب الأكل اللي فيه كربوهيدرات عالي، هي بكتير بتسيء لامتصاص الحديد. الشوكولا، الشاي، نحن أولادنا ما بيفطروا غير مع كاسة شاي، هذا إنه إذا بده يأخذ شاي على القليلة بعد ساعتين من الوجبة. بالعكس ندعمه مع كاسة عصير بردقان اللي هي فيها فيتامين سي. نعم. بتساعد على امتصاص الحديد بشكل أكبر. هلا بدنا ننوه لنقطة كتير مهمة، إنه عوز الحديد كتير له تأثيرات على الطفل، له علاقة بنموه. فنحن وقت بنهمل هاي الناحية بيجينا طفل وزنه ناقص، عنده فشل نمو، بتأثر على الأداء المدرسي. نعم. على التركيز، على اضطرابات السلوك. هلأ في كتير دراسات بتربط بالأطفال بين عمر 9 شهور لسنتين أنه نقص الحديد عندهم قديش عم بيأثر على الإدراك، على السلوك، على الحركية. بتلاقي الطفل ما عنده انتباه وكتير عنده فرط حركية، ضعف الأداء المدرسي، الدوخة، التعب، هي كل الأعراض. نحن وقت بنأسس نظام غذائي جيد لطفلنا من البداية من 6 شهور وطالع نعوده، نحن الطفل شو بنقدر نعوده ياكل بده يتعود لبعدين. أما وقت نستسهل شغلات الشوكولا والشغلات اللي دغري بتشبع واللي بترضي الطفل، هي يعني ما أنا كتير كافية لحتى نحميه من كل هاي الاختلاطات. تمام. مع هالمعلومات دكتورة رؤى سليمان بدنا نتشكرك كتير، إن شاء الله يا رب تكون هيدا الفقرة قدرت توصل الرسالة لجميع الأمهات واللي عم يربوا أطفال ومقبلات على الإنجاب. شكرا لوجودك معنا وأهلا. يعطيكم العافية دكتورة رؤى سليمان أخصائية أطفال، شكرا لوجودك معنا، شكرا لك وبتمنى لك التوفيق. شكرا كثير. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا.